اجتمع الرئيس جمال عبد الناصر باللجنة العامة للمواطنين من أجل المعركة في أول جلسة عمل تعقدها، وذلك في قاعة اجتماعات بمبنى الاتحاد الاشتراكي. وتصدر الرئيس المنصة الرئيسية وبجانبه السيد حافظ بدوي الأمين العام للجنة. وقد رسم الرئيس صورة دقيقة للمعركة، معلنا أنها معركة الشعب كله، رجاله ونساؤه وأطفاله، ودعا إلى تفجير كل ما في الوطن من طاقات للقتال. وقال الرئيس: إننا نقاتل للتحرير وليس للغزو، نقاتل للحماية وليس للتوسع، نقاتل للبقاء وليس للإبادة. وأضاف الرئيس أنه ليس هناك أكثر عدالة ومشروعية من هذا القتال، وليس أمامنا إلا أن نقف ككل الشعوب الحرة نضالا واستبسالا حتى النصر.